نرمين، الو، عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليك. اتفضلي، الدكتور معاكي. ماشي، اتفضلي. اتفضلي يا نرمين. دكتور، انا كنت عايز اسال حضرتك في رايك في كريم ميلانو فري. ميلانو فري هو كريم مقشر ممتاز جدا، بس استعماله يبقى بالليل بس، ما يستعملش بالنهار، ما يستعملش في الضوء. المفروض بعد نص ساعة تشطفيه، وبعد الشطف تحط كريم مرطب ضروري، ما تسيبهوش، ما تناميش بيه يعني نص ساعة ويتشطف، وتحط كريم مرطب. هو كويس للبقع، للبقع وأماكن الحبوب، البقع مكان الحبوب أو التصبغات. ما ينفعش على فكرة في المناطق الحساسة نهائي، ولا الأندر أرم ولا المناطق الحساسة.